بسم الله الرحمن الرحيم. يوم جديد وأمسة جديدة وليلة رمضانية مشبعة بالروحانيات. ها قد أذف الشهر وخواتيمه خواتيم شهر رمضان نعيشه بكل تفاصيله وروحانياته. تقبل الله منا صالح الأعمال والصيام والقيام. يوم جديد وأمسة متجددة وحلقة جديدة في برنامج كورتنا على فضائية السودان الآن 24. حلقة زاخرة مليئة بالأحداث الرياضية. ترحيبي واحترامي وتقديري لكل الذين يتابعون هذا البرنامج اليومي على امتداد بثنا. قبل أن أنقل هذه التحايا لمن يجملون حلقة اليوم برنامج كورتنا، محللي برنامج كورتنا وأحد الراصدين ضيف الأول الفاضل حسن، أحد الراصدين وأحد الذين يعني دائما أقول أنه يفكر خارج الصندوق وإحصائيات دقيقة وطرح موضوعي ويعني أكاديمي لعلل ومشاكل الكرة السودانية. الفاضل حسن، مرحبا بك ضيفا عزيزا في حلقة اليوم. وعليك السلام أخي مصعب الكريم. أخواتي مبارك إن شاء الله وتعود علينا أيام رمضان. لأمين تأمين ومقدم مبروك العيد كمان إن شاء الله. وعبرك التحية للمؤرخ والهلال القح، أحد المتابعين لشأن الهلال عن كثب وأحد الهلاليين المعروفين على مستوى المملكة العربية السعودية مدينة الرياض، نصر الدين المحسي. مرحبا بك ضيفا في حلقة اليوم. مرحبا أستاذ مصعب، ومرحبا بزميل الأستاذ الفاضل، ومرحبا بالطاقم العامل، ومرحبا بالسادة المشاهدين. ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والبركات. عبركم أيضا التحية لكل التيم والطاقم العامل في برنامج كرتنا على فضيلة السودان الآن 24. وقبل أن أدلف إلى العناوين لابد أن نقدم التهنئة لأحد الخبرات الإدارية في الرياضة السودانية، صاحب الاسم اللامع المعروف الأستاذ مجدي شمس الدين بتعيينه أمينا عاما لاتحاد كرة القدم السوداني. هذا القرار صدر اليوم بإذن الله، ونتمنى أنه مجدي شمس الدين يستطيع أن يستفيد من تجارب الماضي ويدفع الحاضر الذي نتطلع إليه. إذن رجل مناسب في مكان مناسب بغض النظر عن ما قدم أو سيقدم، خبرة إدارية، رجل معروف الأستاذ مجدي شمس الدين. كذلك نتقدم بالتعزية التعازي الحارة للاعب الهلال السوداني المعار إلى هلال الأبيض أحمد سليمان الذي توفي شقيقه في أحداث كرينيك في ولاية دارفور في الأيام الماضية. تعازينا الحارة له، ونسأل الله أن يحفظ الوطن والمواطنين ويحفظ السودان من شرور وكيد الأعداء والمتربصين. إذن هذه أخبار مهمة، ندلف العناوين ثم نعود لنتكلم عن المحاور بشكل منفصل. عناوين الحلقة: مرحبتين حبابكم ألف. كالعادة بعد أن قمنا بقراءة العناوين عندنا أحداث مهمة، أحداث رياضية كبيرة على مستوى الوطن، على مستوى البطولة الأوروبية، وعلى مستوى الدوري الإنجليزي. إذن محاور اليوم ستأتي مجزأة، بداية محورين كالعادة. حنبدأ بالممتاز السوداني ومباراة الهلال بالأمس وفوزه على كوبر بهدف الشعلة، وليد الشعلة. ثم سنتحدث بعد ذلك عن قضية الساعة الرياضية، كما فتحنا هذا الملف سابقا عن تسريبات نائب رئيس فريق المريخ محمد سيد أحمد الجعكومي الذي انتشر ولاقى رواجا وصدا يعني قويا وواسعا على مستوى الوسائط والتواصل والإعلام، حتى في على مستوى الوسائط والإعلام المصري والسوداني. طيب مبدئيا الفاضل، أنا ذهبت بمحورنا المحلي والممتاز. الهلال مدينة عطبرة استطاع أن يتخطى كوبر بهدف وليد الشعلة. هذه المباراة لعبت دون تلفزة، دون نقل تلفزيوني حي، حسب المتابعات من اللايفات اللي بنقولوها الشباب من داخل الاستاد. القاعدة الرياضية الهلالية غير راضية تماما أنه الهلال ماشي بالطريقة دي. الحاجة الثانية، هناك حكاوي لم تحكى عن هذه المباراة. نعم. طيب في البداية قبل ما ندخل في حاجات نرجع لمحاورك قبل المحاور، نبارك لأستاذ مجدي شمس الدين. نعم.
رغم لا يمكن تخطيه، خبرة إدارية كبيرة جدا جدا، اختيار موفق في أنه يكون أمين عام للاتحاد السوداني. نتمنى له التوفيق في الأيام الجاية، الأيام اللي حتشهد إن شاء الله تغييرات كبيرة. وكذلك اللاعب لاعب الهلال أحمد سليمان وفات أخيه، ربنا يرحمه ويتقبله ويجعله يعني من المقبولين إن شاء الله، ويجنب بلادنا الفتن ونسأل الأمن والأمان للسودان يا رب إن شاء الله. جميل. بالنسبة لل... طيب أنا قبل ما تتكلم عن الهلال، أيضا بالأمس تابعنا تدافع قطاعات واسعة من الشعب السعودي والأمة السعودية مؤازرين ومبايعين ولي عهدهم الأمين صاحب الرؤية الأمير محمد بن سلمان البيعة الخامسة، وقدموا يعني لاحظنا كمية الالتفاف وكمية العمل الإيجابي اللي قام به الشعب السعودي تجاه ولي العهد. نعم فعلا، انت الليلة الانجازات تحكي عن نفسها. نعم، انت زي ما انت بتقدم لشعبك، شعبك بيبادلك ما تقدم. الوفاء بالوفاء فعلا. نعم. ف يعني صاحب السمو الملك الله يرحمه بن سلمان عنده رؤيه واضحه جدا جدا، وماشي فيها بخطى ثابته وحسيسه، وكل يوم الواحد بيشوف. يعني احنا مقيمين في البلد دي من زمان، كل عمرنا يمكن قضيناه في السعوديه يعني. نعم. فشايفين وراصدين الحاصل والنهضه العمرانيه، النهضه الثقافيه، النهضه البشرية، يعني ما شاء الله، يعني ماشي في خطة حسيسة وثابتة جدا جدا. فشيء طبيعي انه يبايع ويبايع 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 يعني. والف مبروك والتهنئة موصولة نيابة يعني من هذا المنبر عن كل الاخوان السودانيين اللي موجودين في وطنهم الثاني السعودية، للقيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. نسمع كلام نصر الدين برضه في هذا الصدد ونرجع. نهني القيادة الرشيدة. طبعا زي ما تفضل زميلي الفاضل، الرؤية واضحة بالنسبة لنا. نحن طبعا يعني عاصرنا أكثر من 30 سنة في المملكة العربية، وشفنا النقلة الكبيرة اللي حصلت في التطور في الرؤية. نهني الشعب السعودي، ونحن كشعب سوداني يعني بنتمنى لهم التوفيق والتقدم والازدهار. ونحن طبعا بنعتبر المملكة السعودية هي الحاضن الثاني بالنسبة لنا، ولهم التحية، ونحن شاركناهم وعشنا معهم، لهم التحية والتقدير منا. جميل جدا. طيب بعد هذا الكلام الإيجابي والجميل، ندخل في محاور المحلية ونتكلم عن الهلال وكوبر. نعم، هو ناس بتنتقد طبعا عدم استمرار التشكيلة. نعم. للهلال، وبتنتقد يعني زمان الهلال الواحد بعض الورا بيقول لك الهلال غالب كم، ما بيسأل نتيجة كم كم، نتيجة كم صح، الهلال غالب كم. يعني 1-0 2-0 دي ما بتشبع الهلال. يعني الهلال اللي كونه تخطى بهدف او هدفين فعلا، دي اذا قارنتها بالماضي في النهايه نقول حقق المطلوب. لكن في النهايه انت كدوري محتاج نقاط تراكميه. جميل. وده المطلوب، الثلاثه نقاط بهدف بهدفين في النهايه، الثلاثه نقاط هي المطلوبه. اما حكايه انه التشكيله ما ثابته، لابد من المداوره. يعني الهلال ده من يوم 3-4 من بعد مباراة الأهلي المصري لعب 10 مباريات، بيلعب في خلال كل 72 ساعة مباراة. نعم. العشر مباريات دي سجل 19 هدف ودخلوا فيه 6 أهداف. فاز، حقق الفوز شباك نظيفة في 4 مباريات. أكبر فوز هو كان 3-0 بتاع الأبيض، فاز بفارق هدف 6 مرات. بالارقام لو جينا بالارقام، حاجات كلها منطقيه ومعقوله يعني. نعم. الهلال قبل ما يلعب المؤجلات كان في المركز الاخير او قبل الاخير، الان في الوصافه مع فارق مباراه من المريخ المصدر. نعم. فالارقام ما في فارق مباراه، 11-11 لا لا، لاعبين 11 مباراه، فارق مباراه 29 فارق مباراه المؤجله، مباراه ما عندنا مؤجله مع الاهلي، مباراه المعاده، مباراه الاهلي، الاهلي اللي حتتلعب، مباراه الاهلي معاده الان المريخ. أيوة نعم، المباراه المعاده المريخ الان. ايوه المريخ الان الاول ب 11 مباراه ب 29 نقطه، الهلال الثاني ب 10 مباريات ب 28 نقطه. تمام. نعم نعم، وعنده مباراة فارقة من طبعا المباراة. بعض المواقع ما حدثت باعتبار انه ما عندهم القرار الاخير اللي هو بإعادة المباراة، مباراة الاهلي والخرطوم. لا ما قرار، ما حدد التاريخ، قرار ما محدد تاخير تاريخ المباراة، لكن شيء يعني خلاص اصبح واقع
والاتحاد خاطب فيه والفريقين، وحتى الاهلي مستانف يعني بيقول انه متضرر من القرار ومستانف. انا برجع لك نصر الدين الفاضل يقول الوضع مرضي بالارقام بالاحصائيات والارقام لا تكذب ولا تتجمل، انت رايك شنو؟ اول شيء طبعا انا بالنسبه لي غير مرضي. لا ده الهلال. لماذا؟ ده الهلال الفريق الكبير المفروض يكون ل 32 لاعب بمستوى واحد. نعم. انت الهلال فريق كبير ما عندك ايا كانت التدويره في التشكيله اي 11 لاعب انا عندي مفروض يكون هم الطوب في الدوري الممتاز. ده الهلال. هذه شوف خليني انا امشي لك خطوه. دي نتيجه فشل التسجيلات في الفترتين اللي فاتوا. الهلال الان ما عنده البديل، تراجع المستوى لعدم وجود البديل في الكنبه اللي بيديك المردود الجيد. الهلال كان محرك وسطه اجاجون وفيري. معلش هسه المباراتين فاضل ما خط الوسط هذا الجديد حيصير دقيقه بس دقيقه ده. انا بتكلم عن جوده اللاعب، انا كلام نصر الدين انا عارفه ده يقول شنو يا حبيبي يا حبيبي. الهلال في الهلال في ال 11 مباراه لعبها. نعم. الهلال لعب 11 مباراه، خليك انه ده اجى معاده الهلال لعب 11 مباراه، ال 11 مباراه كانت غير مقنعه. نعم. الهلال بيفوز في ال 11 مباراه بشق الانفس بفارق هدف. الهلال ما فاز 3-0 الا 3-1 الا على هلال الابيض، 10 مباريات الهلال بعاني في الفوز. معناته انه شنو؟ في خلل بين المنظومه الاداريه، في خلل تدريبي، في عدم اختيار لجودة اللعيبة. الكلام عشان ما يكون فيه تناقض، خلل في المنظومة الإدارية كيف؟ يعني أنت دقيقة لو خلل في المنظومة الإدارية ما تلوم موتا. لا أنا أقول لك حاجة. نعم. هو دي مشكلتنا ودي نحن المشكلة اللي بنناقش فيها. الإدارة سلمت موتا. نعم. ملف الشطب والتسجيل. ملف الشطب والتسجيل. موتا ما أحسنت ما أحسن الاختيار. إذا كان أنت أمس لاعب بتشكيله فيها اثنين لعيبه مولفين، انت موتا ودينك ملف الشطب والتسجيل، انت عندك خانتين مولف فيهم لعيبه، بتسجل فيهم لعيبه ولا بتولف؟ اكيد بتسجل. نعم. طيب الفشل من وين؟ الفشل من الاداره اللي سلمت موتا ملف التسجيلات، موتا فشل في التسجيلات، بالتالي ادى الفشل في المباريات اللي احنا شايفينها. انا بالنسبه لي من الإدارة الكل فاشل. نعم. إذن وكأنك تريد أن تحمل المسؤولية للقطاع الرياضي بشكل واضح يعني. ده أنا أقول لك حاجة وأنا زول صريح. نعم. العلاقي ليس هذا مكانه. نعم. اللي هو مدير القطاع الرياضي. مدير القطاع الرياضي. نعم. وهو اللي ماسك ملف موتا وهو العلاقي. نعم. العامل سبورت لموتا. عشان ما يكون الكلام على أواهنه أو يعني مجرد إنه ما ينفع، أدينا أسباب لماذا؟ طيب ما أول شيء ده أنا أقول لك حاجة. لما نجي ناخذ موتا ده عمل ثلاثة معسكرات. نعم. من معسكر القاهرة. نعم. اخذ فترتين تسجيلات. نعم. او ثلاثة فترات تسجيلات. نعم. هل موتا ده سجل اللعيبة الممكن يقدموا الهلال؟ لا. تسجيلاته كانت مين؟ المحطة. ابراهيم. نعم. ابراهيم السنغالي اللي تشط اللي جابوا موتا وشطبوا قبل ما يلعب. طيب انت دي شوف السنغالي ده مفروض يتحاسب عليه العليقي وموت الاثنين. انت بتسجل لاعب وبتشطبه قبل ما يلعب، معناته انت سجلت لاعب عاطل غير مواكب، خسرت الهلال خانه. طيب انا انت ما كده في النهايه جيت في خط، انا بقول لك عشان ما تحمل العلاقي او كافه الاخفاقات الحاصله في المنظومه، انت بتقول انه موتا درس كرجل فني الحوجه بتاعت الهلال. اذا الفشل حسب كلامك، انا الكلام اللي يقال لا يعبر عن راي القناه وانما الراي حر والخبر مقدس. انت انا بتكلم انه موتا بتقول انه فشل في انه يدير الملف بتاعت الشطب والتسجيل. اذا ما تنقل العلاقي، العلاقي جاو تقرير فني ورجل ما فني طبعا، تعتبر في اداره فنيه، جاو تقرير فني
موته كاتب له فلان وفلان، الرجل نفذ كل ما طلب منه، لماذا تلومه؟ طيب طيب اوكي، انا اوكلت له مهمه، طيب اوكلت له مهمه، الموظف ده فشل، هل بخلي الموظف الفاشل ده مستمر؟ لا، ما هي نحن بنتكلم العليقي بورت الان لموته، مفروض العليقي مجرد خروج الهلال من بطوله افريقيا موته مع السلامه. نعم. العليقي بيكلمنا عن مشروع طويل الاجل. طيب كويس، نحن الهلال فريق كبير، المشروع ما بيطبق في فريق زي الهلال، المشروع اللي طالبه العليقي ما بتنفذ في فريق زي الهلال، الهلال بياخذ اللاعب الجاهز وليس الفريق اللاعب الصاعد من الشباب، انت ما بتعتمد على ال11 المصعدهم من الشباب. نعم. لان انت بتحتاج خبره. نعم. كل الفرق في العالم بتسجل لعيبه جاهزين. نعم. ايوه انت بتسجل، لكن هذا لا يعني انه نستغني من القادمين من الشباب. انت كل سنه صعد لي اثنين ثلاثه. جميل، انا برجع عليك يا الفاضل نصر الدين. الفاضل ربما يعتبر العليقي رجل يعني اكاديميك او رجل اوفيشال او رجل زي ما تقولوا اكثر بروفيشنال، يعني مثلا بالحرفي اكثر مؤسسيا، يعني عندما لا يتدخل في عمل موتا يمارس عمله مطرح طرح في مشروع طويل، فكثيرون يكيلون الذم للعليقي وكثيرون ايضا والبعض ايضا يمدحونه. نعم، انت في تصف العليقي اوكل لموتا الجانب الفني بتاع الفريق، موتا والعليقي وقعدوا وعندهم رؤية أو عندهم مشروع طويل الأمد لمدة 3 سنين، والمشروع لما تكون ما ضروري الفريق الكبير ولا الصغير، أي فريق ممكن يعمل مشروع بغض النظر عن حجمه قدر شنو. يعني أنت الليلة المشكلة في أنه كل مشجعين الهلال والهلال الآن همهم الكبير بس أنه تجي بطولة خارجية بأي شكل كان. بأي شكل كان لازم الهلال يكون عنده بطولة خارجية، لأنه الهلال الآن عمره 90 سنة، و90 سنة ما حقق، لا ما مشكلة ما عيب. يعني انت الليلة عندك فرق كبيرة جدا جدا في اوروبا واسماء، هو باريس سان جيرمان الموسم اللي فات اول مرة يلعب نهائي ابطال اوروبا، اول مرة، احنا لعبنا مرتين قبله، فما يعني ما بالضروري انه فريق كبير وما عنده بطولات خارجية معناها فريق فاشل. نعم. اوكي، انا عشان اعمل عشان اجيب عشان اطبق رؤية نصر الدين واجيب كاس افريقيا بصورة عاجلة محتاج لعيبة من نوعية تحدث الفارق، يعني أقل شيء 3 لعيبة في 3 خطوط. طيب ومعهم كمان حارس مرمى، يعني 4 لعيبة، ما مش لعيبة ناس 150 ولا 250 ألف دولار، لازم ملايين. أنا أجيب لي لاعب سعره فيه ولاعب كويس، إذا لاعب جيد لازم تدفع فيه سعر كويس، ودي الحتة دي تحت السعر الكويس دي يمكن ما تكون متوفرة عندنا حتة الإمكانية دي. فأنا ليه ما أمشي بالمشروع بتاع اللونج تيرم وإني أأهل الناس بتاع أولادي؟ يعني مثلاً أنا الليلة زي ما قلت لك في فريق 98 وفريق 89 فريق 89 و92 ما كان فيهم ولا محترف واحد، لكن لعيبة بتاع لعيبة كانوا في جودة. ليه؟ لأنهم يتدرجوا من المراحل السنية، يعتبر يعني من الرابطة للليج أو الثانية أو الثالثة وجو الهلال. الآن أنا نفس الشيء، يعني أنا الليلة اللاعب وسط الملعب اللي بيلعب الآن حسين النور، جمعة قلق، أنا شباب برضو ديل حيبنوا لي الرؤية بتاعتي بتاع 3 سنين وياخذوا فرصتهم الآن. طيب جميل. كون أنه أرجع الشغيل في وسط الدفاع، لأنه عندي اللاعب أنا اللي وسط الدفاع موجود سلامون مانجل اللاعب الكاميروني، لكن يمكن المدرب ما عارف عنده شنو، لكن هو اقرب زول للعيبه المدرب بيعرف ليه قعدوا برا او ما لعبوا المباراه دي وخلى الشغيل في محله. واي لاعب محور، اي لاعب محور ممكن يلعب لك وسط دفاع باجاده جيده جدا جدا، يعني ما يعتبر طيب. مولف. طيب اوكي، ربما في تباين في ارائكم، لكن نرجع لمباراه الهلال وكوبر. نعم، احصائيات وارقام من هذه المباراه. نعم. والله ما عندنا لها، انا ما عملت لها احصائيه، لكن لانه زي ما شفناها بالفيس بس كده، ده
فيسبوك نعم. هاي مصوره بالفيس في الصفحه ما شفتها بصوره واضحه. لكن في النهايه زي ما بقولوا هو الهلال حقق المطلوب. المطلوب. والان المريخ لسه متصدر ب 29 نقطه والهلال ب 28 نقطه. جيم اهلي شند وهلال الساحل وبعدين ديل الصعد حديثا هم اصلا توتي ونباوي وكوبر دير صاعدين في الممتاز حديثا. ف اكيد قطع الشك هم لاعبين بدوافع قويه معنويه بانه الفارق الفني كبير جدا جدا بيناتهم لانه ديل ناس صاعدين حديثا. لكن اللعيبه اكيد دخلوا بمعنويات عاليه على اساس انه يثبتوا وجودهم في الان. توتي السادس ونباوي ال11 وكوبر ال13. كوبر ب14 نقطه في مركز ال13 لعب 14 مباراة باقي له مباراة يكمل الدورة الأولى. منتصر 3 مباريات متعادل في 5 وخسران 6 مباريات. جميل. ونباوي كذلك كسبان 4 مباريات متعادل في 6 وخسران 5. توتي كسبان 5 مباريات متعادل في 5 وخسر 4 مباريات. أحسنهم في الصعود توتي ب 20 نقطة ونباوي 18 نقطة وكوبر 14 نقطة. جميل جميل هذه إحصائية مناسبة. طيب نصر الدين بشكل مختصر المريخ واهل الخرطوم نعم. انا اقول لك حاجه شوف المريخ الان عنده كم نقطه؟ 29 نقطه نعم. 29 نقطه من 11 مباراه نعم. من 11 مباراه المريخ لما نكمل مبارياته المؤجله حيكون الفارق اذا فاز فيها حيكون الفارق بينه وبين الثالث 17 نقطه. نعم كويس. المريخ ماشي يعني في خطى ثابته. المريخ عنده البديل الجاهز زي ما تفضلنا تكلمنا المره اللي فاتت. المريخ جاهز عنده مدرب عرف كيف يوظف اللعيبه التوظيف الجيد بالامكانيات الموجوده. المريخ مباراه الاهلي هي كره القدم ما فيها الضمان لكن المريخ ان شاء الله بيفوز في على الورق نعم. أي. يعني ابراهوما صنع ربيع المريخ يعني. شوف داري اقول لك حاجه دي احنا بنقولها امس مباراه امس الدوافع اللي كانت عند لعيبه كوبر كانت اكبر من الدوافع اللي كانت عند لاعبين الهلال كويس. ابراهوما دائما المدرب السوداني بيحتمل على الحماس. ما عندنا مدرب عنده خطط ما تسمع الكلام ده ما في مدرب خططي مدرب سوداني لكن بيبث الحماس في اللعيبه كويس. ابراهوما اشتغل على الحماس اشتغل على عرف كيف انه يطلع طاقه لعيبه المريخ وعرف كيف يفوز كويس. المريخ الان في الدوره الاولى مباراه الهلال والمريخ هي اللي بتحدد مين بطل الدوره الاولى كويس. الهلال والمريخ حيكونوا متفوقين ب 17 نقطه على المركز صاحب المركز الثالث وده دي بترجعنا لشنو؟ بترجعنا لنقطة كبيرة. أنا قلت لك مفروض أي 11 لاعب في الهلال يفوزوا بالجودة اللي أيوة بالجودة. أنت إذا كان الفريق المنافسك أنت متعدي عليه متفوق عليه ب 15 نقطة معناته أنت أعلى كعبة صح؟ أكيد. أنت أعلى كعبة بالتالي المفروض يكون مستواك أعلى من المستوى اللي احنا شايفينه. إذا كان جو مدرب قدر وظف لعيبة الهلال التوظيف الجيد مستوى الهلال حيتغير 180 درجة توتالي نعم كويس. نحن بنتكلم عن انه موتا ما قدر يوظف لعيبة الهلال التوظيف الجيد. حرجع لك معليش حرجع لك لمباراة المريخ بس الوقت لانه ما بسمع حرجع لك ايوه حرجع لك لمباراة المريخ. مباراة المريخ المريخ اقرب للفوز. الاهلي عنده الحارس الاول اللي هو صاحب المشكلة ما حيكون لاعب نعم احمد عبد العظيم بالتالي الحراسه حتكون ما هي بالجوده الممكن تقيف قدام هجوم المريخ. هجوم المريخ عندك الان الجزولي يعني الان الجزولي بيلعب افضل فتراته في المريخ نعم نعم كويس. الان الجزولي يعني بيلعب افضل فتراته. عندهم توني لاعب افضل محترف في الفتره الاخيره اللي جاء في السودان اللي هو عندك توني كويس. المريخ عنده البديل الجاهز نعم كويس. البديل هو اللي خلق الفوز للمريخ. ابراهيم قدر يوظف كل العناصر اللي عنده التوظيف الجيد اللي حققوا له الفوز. جميل جدا جدا. اتت اشاره ان نطلع فاصل. البديل انا بجيبه بالمداوره
برضو للأسف داور عشان أجيب البديل الجاهز. أنا ليس بعيدا عن الشأن المريخي، حنتكلم في بعد البارت الثاني أو بعد البارت الأول حنتكلم عن قضية الساعة الرياضية الجاكومي والأهل المصري ومباريات دوري أبطال أفريقيا. لكن اليوم أو أثناء تسجيل هذه الحلقة تجرى مباريات مباراة المريخ صاحب المركز الأول المتصدر وصاحب المركز السادس أهل المركز الثامن قصدي عفوا أهل الخرطوم من 14 حتى الآن النتيجة تعادلية 0-0 الدقيقة العاشرة. أثناء بس هذه الحلقة ستكون مباراة قد أوفت بعودها. فاصل ونعود لنستكمل من قطع من حديث في برنامج كورتنا على فضائية السودان الآن 24. عودة لنستكمل من قطع من حديث في برنامج كورتنا على فضائية السودان الآن 24. برنامج كورتنا تحديدا في المحور الأول تحدثنا عن الممتاز السوداني، لن نبتعد كثيرا عن الشأن السوداني وتحديدا عن قضية الساعة الرياضية. تم طرق الموضوع سابقا في حلقة سابقة عبر الزميل طارق. الآن سنتناول الموضوع أيضا من جانب آخر في وجود ضيوف أعزاء لدينا يقدمون الإضافة في مثل هذه المواضيع. القضية برمتها تسريبات تلاقت رواجا وصدا واسعا في الوسائط السوشيال ميديا على مستوى السودان على مستوى جمهورية مصر من جراء تصريحات أو كلام نائب رئيس مجلس إدارة المريخ محمد سيد أحمد الجاكومي عندما تحدث في اجتماع مع قيادات المريخ عن اتفاق عقد بينهم وبين الأهل المصري على حسب ادعائه انه الاتفاق انه الاهلي والمريخ يتقاسموا نتائج المباراه الذهاب والاياب على اساس باعتبار ان المريخ حيلعب المباراتين في استاد دار السلام والاهلي يهزم الهلال ذهابا وايابا ويهزم صن داونز ذهابا وايابا. ثم تفاجأوا ان الاهلي لم يوفي بالعهود حسب كلام او حسب ما تم تناوله او حسب ما تم رصده من الفيديو المسرب إنه الأهلي ما أوفى بالوعود وحصل نقاش بين رئيس المريخ حازم مصطفى ونائب الرئيس الجاكومي الذي قال إنه الأهلي لم يوفي وإنه أصبحنا يعني الآن حتى المحترفين الذين وعدونا بهم لم يوفوا بهم وكأنه يقول أن هناك اتفاقا لم ينفذ. على العموم نادي المريخ عبر رئاسته أصدرت إدارة نادي المريخ بيانا قويا نفت و أرجعت الأمر إلى ثلاثة أشياء أمام محمد سيد أحمد جاكومي: الاعتذار أو الإقالة أو تقديم بيانات واضحة أو نص البيان بالتأكيد طالعه جميع الرياضيين. هذه هي جملة القضية. الإعلام المصري تناول القضية ما بين النفي وحازم نفى كل ما حدث وهذا تصرف فردي وأشار في مجمل كلامه إنه هذا الكلام لا يعبر عن البيت المريخي ولا الإدارة المريخية وقدم اعتذاره للأهلي وبالتحديد رئيس نادي الأهلي كابتن الخطيب الفاضل حكاوي تحكى. نحن في منصة إعلامية نريد رأيا في قضية الساعة السودانية. نعم، أولا من ناحية عامة يعني مش موضوع الجاكومي بس من ناحية عامة مدخل الحديث الحوار ده نحن والعالم الثالث بصورة عامة ما بتقدر سيكون ديفرنسيز بين الحاجة الخاصة والعامة أبدا. ما عندنا بنقدر نفرق حتى في المعارضة حتى المعارضة لما أي معارضة تعارض ما بتفرق ما بين معارضة الوطن ومعارضة النظام.
تقوم تعارض النظام بأنها تدمر الوطن. نفس الشيء ده اللي حاصل في موضوع التسريبات. الكلام اللي اتقال أول شيء ذاته الواحد يعني بصوت لوم كبير جدا جدا للشخص اللي كان حاضر المناسبة وصور وبس الحياة دي يعتبر عدم أمانة ونزاهة منه. بغض النظر عنه منه. يعني ما أفرض عملية زي دي يعملها الناس قاعدين في مناسبة عامة وخاصة بتونسوا ونسة عامة يسجلها وينشرها. طيب. طبعا دي حاجة بعيدة من الكلام لكن المهم إنه ما مفروض تتعامل يعني. محمد سيد أحمد. نعم فاصل. عنده مشكلة مع حازم عنده هو طبعا المريخ عنده مجلسين مجلس حازم ومجلس الأذكار حتى إنه مجلس حازم الآن كمان كاس طلعت انه المجلس الشرعي المحترف به هو مجلس وذكال وليس مجلس حاضر. لم يقر ذلك اعترافا ضمنيا وانما كان في خطاب موجه في قضيه فاركو والمهم دي ما القضيه الاساسيه. المهم القضيه خلينا نكون في خلافات شخصيه ما بين حازم ومحمد سيد احمد. فمحمد سيد احمد بقوله للكلام ده اذا كان اصلا حاصل او ما حاصل نشره للكلام ده بيفتكر انه بيعضد موقفه وبي قلل من موقف حازم. نعم. فهو زي ما قلت لك بنربط الشخصي مع العام. فانت الليله ما ممكن يكون عندك خلافات شخصيه في موجوده الخلافات الشخصيه في اي مجلس تكون موجوده. نعم. تتحلى فيما بعد بالحوار لكن ما ممكن انا احلها بشكل زي ده نشر الغسيل الوسخان عشان الطرف الثاني انا مختلف معه اسهمه تنزل او كده. نعم. لكن في النهايه لو حصل الكلام ده في موجود فعلا يعتبر إساءة بالغة جدا جدا للكرة السودانية أولا وقبل محمد سيد أحمد وقبل المريخ وقبل حازم إساءة كبيرة جدا جدا للكرة السودانية بصورة عامة والكرة المصرية الاثنين مع بعض. إذا حصل في اتفاق ما بين إدارة الأهلي وإدارة المريخ في تواطؤ يبقى ده وصمة عار في الكرة السودانية والكرة المصرية إذا حدث اتفاق إذا في اتفاق. عشان كده ودرءا للشبهات ودرءا لكل شيء انا من منبر كورتنا اناشد الاتحاد السوداني بتكوين لجنه تحقيق ثنائيه ما بين الاتحاد السوداني والاتحاد المصري للبحث الموضوع واذا ثبتت صحته محاسبه ومعاقبه الاشخاص المتواطئين بحرمانهم من العمل الرياضي مدى الحياه لانه ده يعتبر يعني فساد وعدم يعني نزاهه وعدم شهية في 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 اهداف الرياضه. نعم. في حد ذاتها يعني انت الليله بتدمر الاهداف بتاعت الرياضه بالتواطؤ بحاجات الاتفاقيات الزيديه فلازم يكون في يعني عمل حازم وقوي وشديد وعلى مستوى الاتحاد يعني قبل ما الكاف يتدخل الاتحاد السوداني والاتحاد المصري لازم يكونوا لجنه التحقيق في الموضوع ده عشان نصلوا للحقائق وكل شفافيه تنشر للرأي العام ويعاقب أي واحد مسبب إذا ثبت إدانته في الموضوع. جميل جدا. أنا طبعا الحاجات الزيدية يا نصر الدين بالتأكيد هي وإن حدثت طبعا نحن نفترض أنها ما حصلت ورأي جاكومي حسب بيان نادي المريخ أنه يعبر عن رأي شخصي يخصه وحده وليس يخص البيت. لما معلش ده ما رأي شخصي. طيب. أنا تجي إدارة تكلم. ما قال حقائق هل هي صح ولا لا؟ بالضبط. ده ما رأي. ما هو الحقائق دي ما كتبت في أوراق ما في أطراف وقعوا عليه وإنما كان ربما اتفاق إذا حدث اتفاق جنتلمان. والكاف والاتحادات لا تتعامل بالأقوال والقيل والقال. أنا داير دوكيمنتس مستندات. عندك شيء يدين الاتحاد المصري عندك النادي الأهلي عندك شيء يدين جاكومي. فإذا حندور في حلقة مفرقة ويكون عملنا معركة في غير معترك لكن بغض النظر عن ما حدث زي ما قالوا العيار اللي ما يصيبش يدمش. نعم. طيب دعني أقول لك حاجة. شوف أول شيء الفيديو إثبات الفيديو كان في اجتماع إثبات للكلام إثبات للحصل إثبات للكلام في اجتماع اجتماع طبعا الفيديو غير قابل للنفي. نعم. غير قابل للنفي. الفيديو حاضرين كل اعضاء المريخ في الموجودين في الخرطوم واللي كانوا حاضرين كلام رئيس المريخ لجاكومي ما كان الاتفاق ده قالوا حازم في القاهره لكل اعضاء المريخ. ما معلش يا نصر الدين الفيديو اثبات لانه
محمد سيد احمد قال الكلام ده، ما في ظل مختلف، لكن هل الكلام اللي قاله حسين احمد صحيح ولا غير صحيح؟ دي المشكله هنا. ما هي شوف دي مين اللي بيتحقق منها؟ زي ما زميل الفاضل تكلم، مفروض الاتحاد السوداني هو اللي يتحقق من صحه الحديث وما براو، لانه في طرف مصري والاتحاد السوداني والمصري. الاتحاد السوداني والمصري، انا هنا بلوم لجنه تطبيع الهلال، هي المفروض تتحرك. طبعا انا خليني امشي لحاجه ثانيه، طبعا الاهلي ما اول مره يتآمر على الهلال، الاهلي من 78 تآمر على الهلال بالاراش، والمريخ ما اول مره تحصل منه الاشياء زي دي. ما دايرين نرجع لبوريجيت ولا دايرين نقول الاحداث اللي حصلت كلها في تاريخ المريخ. في حاجات مثلا قضيه الاراش، قضيه ظلم حكم، الاخطاء التحكيميه وارده في كل ما هي ما هي مؤامره بمعنى الكلمه نصر الدين، عشان احنا قلت لك انا دائما بتكلم المسميات في حتى اي بالضبط كده، عشان انا في منبر اعلامي وعبر عن راي القناه ليست تبني، هذا رايك الحال. ايوه شوف انا اقول لك حاجه، لا راي ده هل من نفسه ولا كان في نتجاوز الراش كده، خلينا في قضيه الساعه. خلينا انت بتتكلم انه لجنه الهلال هي التطبيع، اذا قال لك احد المريخاب ان هذا شان مريخي داخلي، ايش رايك؟ مجلس التطبيع ايوه يعني دقيقه. دكتور عبد الله العاقب نعم الهلالي عضو مجلس اداره نادي الهلال نعم، سالوا اليوم في تصريح صحفي بيقول هذا شان مريخي نعم داخلي. انا بقول له دكتور عبد الله العاقب هذا ليس شان مريخي داخلي لانه ما كان خلاف في الشان المريخي، ده كان تآمر ضد الهلال فرع المجموعه، طيب ضد الهلال لا في صن داونز كمان معك يعني ما انت 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 دكتور عبد الله العاقب بتمثل الهلال وليس بتمثل صن داونز، انت مفروض تدافع عن حقوق الهلال. طيب بمنطقك انه قضيه بتخص كل الرياضه السودانيه نعم. ايوه الدكتور عبد الله العاقب احنا كنا منتظرين منه يعني رد قوي، رد انه يدافع عن حقوق الهلال وليس التصريح اللي كان غير موفق اللي اطلقه دكتور عبد الله العاقب، بالعكس دكتور عبد الله العاقب احبط كل القاعده الهلاليه بهذا التصريح الغير موفق. انت مفروض في هذه المواقف يكون عندك راي قوي تدافع عن حقوق الهلال لانه انت في السلطه. كنت حتعمل شنو يعني انت مثلا؟ فلنفرض انك مكان العاقب نعم. انا مكان العاقب برفع القضيه للاتحاد السوداني بموجبه، برفع الاتحاد السوداني بيرفع القضيه للكاف، الكاف والاتحاد السوداني هم اللي تغصوا عن هذه الحقائق. نعم ايوه الهلال ما خلاص انه وفرنا على نفس الكلام ده كله، بدل الهلال يمشي للاتحاد، الاتحاد السوداني والاتحاد المصري يكون رجل ما الاتحاد السوداني اللي بحركه منه المفروض يحرك من نفسه، لانه اتهام لا ما انت خلاص الاتحاد ما يتحرك. الفاضل بيقول لك انه يمس الكوره نفسها حفظ لحقوق الهلال. ايوه الهلال متضرر. ايوه الهلال متضرر. انت كاذا ما ضررك ده بشيء بيجبروا لك المنظومه بتاعتك يا اخي، اذا كان انت ما طالبت بحقك الاتحاد حيطالب لك؟ ايوه يعمل لك، لانه الحقائق انا ما بفهم فعلا كلام الفاضل. لا 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 لكن المساله ما بتمس الهلال بس نعم، عشان مساله تمس الكره السودانيه كلها. في انا بتكلم كعضو من اعضاء الفاضل عنده منطلق محدد يتكلم عنه نصر الدين عفوا، بيقول انه انا يا لجنه التطبيع لماذا لم يتم حفظ حقوق الهلال من هذه القضيه؟ الاتحاد العام ممكن يقول يا اخي القضيه كلام معركة في غير معترك، تصريح بتاع واحد في جلسة بتاعت ناي تم تسريبه، أنا ما بهم الموضوع، لكن انت أيوة كلجنة تطبيع نعم. انت كلجنة تطبيع دورك شنو بالضبط؟ ايوه انت كلجنة تطبيع مفروض ترفع الموضوع، ارفع الموضوع وخلي الاتحاد هو اللي اتخذ القرارات، انت دورك. طيب انا لومك وصل، رسالتك وصلت تماما لجنة التطبيع، مقصرين ما عملوا اي اكشن او أكشن. بالعكس احبطوا القاعدة الهلالية. حلو جدا. انا بالنسبة للجاكومي محمد سيد احمد الجاكومي، إذا افترضنا جدلا إنه الكلام اللي حصل أو كما حكاه على لساني أو ما تم تسريبه حدث بالفعل، نظرتك أو المفروض العقوبة المناسبة لل داير أقول لك حاجة، نحن هنا تكلمنا وأنت كان سألتني قلت لي كنا تكلمنا عن إنجازات الهلال السعودي، قلت لي ممكن ننقل إنجازات الهلال السعودي للكرة السودانية، قلت لك نحن بنفتخر للكادر المؤهل. نحن ما عندنا الكادر المؤهل، يعني نحن الآن للأسف الشديد ما عندنا الكادر المؤهل اللي بيقدر يدير الأندية، يعني زي محمد سيد أحمد أنت في اجتماع نعم يعني محضور بتقول كلام زي ده،
الكلام ده نعم 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 الكلام ده بدين المريخ وبدين الاهلي. الان محمد سيد احمد ما ادان المريخ فقط بل ادان الاهلي. الان المريخ بحاول ينفي عشان يرضي الاهلي. محمد يرضي الاهلي طبعا نصر الدين. الموضوع نحن بنتكلم من واقع الاشياء الرسميه نسمي الاشياء حسب البيان الرسمي اللي صادر من اداره نادي المريخ. نادي المريخ نفى تماما ما ذكر على لسان نائب رئيسه وتم إحالة الموضوع عبر المؤسسة المريخية إلى ثلاثة يعني إنه الجاكومي أو محمد استحمد الجاكومي يتعرض للمساءلة. طيب عشان تسمع بمسمياته. نعم. طيب أنت زي ما أنت زي تسمع بمسمياته. هل البيان ده طلع بمجلس المريخ؟ نعم. لا. نعم طلع بمجلس المريخ. لا. بتوقيع حازم نعم. لا هذا البيان أصدره حازم لوحده. البيان صادر وليس من اجتماع من مجلس المريخ. ده بيدل لك على شنو؟ ما انا كنت جايك للتفاصيل بصوته الشخصيه ولا بصوته رئيس مجلس المريخ؟ لكن هذا مفروض يكون قرار مجلس وليس ممكن يكون تمرير يعني عادل. لا ما مرر اخواننا الكلام ما لم يطلع طرف في اداره نادي المريخ وينفي البيان. اعلام المريخ نعم اعلام المريخ بيتكلم انه ده لو انتوا لاحظتوا البيان بيان حازم لوحده وقع عليه حازم باعتبار رئيس نادي المريخ باعتبار نعم. رئيس نادي لكن هو مفروض يكون قرار مجلس نعم. بإجماع أعضاء المجلس. ما هي في نقطة هنا ليه ما كان القرار ده قرار مجلس؟ لأنه الأعضاء اللي كانوا حاضرين الاتفاق هم اللي كانوا حاضرين الكلام الأول. عشان كده ما كان الكلام الأول إيش المقصود فيه؟ الكلام الأول الاتفاقية بين الأهلي والمريخ. طبعا الفاضل لا نصر الدين لا يستبعد النظريه انه يكون الكلام ده حاصل فعليا. ما هو احنا انا حاليا في جلسه هذه في المنبر انا بعتبر انت رايك انا اتهام انت رايك انا انا نصر الدين الى الان يعتبر اتهام اتهام والمتهم بريء حتى دقيقه يا جماعه نعم. دا اقول لكم حاجه الاجتماع اللي اتكلم فيه وجلكم ده فيه جميع اعضاء المريخ هو ما اجتماع رسمي فطور كان حتى شوف ما هو بيعتبر وانا استبعد الفطور اجتماع ولا ما اجتماع الحاضر مجتمعين الزول الحاضر وصور ده علاقته شنو بمجلس الإدارة المريخ تاعت مجلس حازم لا بمثل منبر إعلامي الصور ده لا الناطق الإعلامي الرسمي باسم نادي المريخ وإنما زي ما قال هي دعوة بتاع الفطور وبعد الفطور ونساء الناس بتكلموا ونساء عام ما اجتماع ما اجتماع رسمي عموما أنا كنت داير أتناول القضية بمنظور ثاني إنه المسائل زي دي هي مسائل مرفوضة طبعا جملة وتفصيلا طبعا لأنه بتمس سمعة الكورة أيوة المنافسة هي أهداف الرياضة شنو الإخاء والمحبة والتنافس الشريف داخل الملعب فبتزيل حتى التنافس التواطؤ هذا التواطؤ بتعاقب عليه الفيفا. طيب إذا ثبت هذه القضية على إدارة مجلس المريخ ما الذي المفروض يحصل شنو؟ معروف قرارات الفيفا هبوط نادي المريخ زي ما حصل ليوفنتوس وزي ما حصل للفرق الكبيرة. هبوط نادي المريخ فقط؟ هبوط نادي المريخ للدرجة الأدنى. طيب الاتفاق مع سوناي. ما في طرف ثاني. داير أقول لك حاجة. ما الأهلي زاد. داير أقول لك حاجة. أنت داير تنزل الأهلي. ما انت حسب نظرك مش متفق حسب نظرك ما اذا اتفقوا الاثنين اذا اتفقوا الاثنين الاهلي والمريخ وسحب الاهلي من البطوله النتائج نعم ايوه طيب على العموم هذه قضيه شائكه جدا جدا ما تناولنا طبعا احنا مجرد منبر اعلامي تناولنا القضيه من جوانب ثانيه لكن هذا لا يعني انه الخبر المؤكد الان عبر الوسائط الرسميه في اداره نادي المريخ ان الكلام كلام شخصي لا يعبر عن الاداره المريخيه وليس هناك حديث بهذا الشكل ونتمنى ان يكون هذا هو الحديث الصحيح قلها ان نطلع من هذه الازمه ونحن يعني في الجانب السليم كده نمشي لقدام شويه ونطفي الملف ده لانه ملف شائك ملف شائك ومعقد جدا جدا نمشي لاوروبا مسؤوليه الاتحاد السوداني والاتحاد المصري لانه الاهلي جزء من الاتحاد المصري والمريخ جزء من الاتحاد السوداني جميل طيب ديل اولاده زي ما بقول لازم هو اللي يعاقبهم جميل نمشي لقدام انا دارت الصفحه دي وامشي لاوروبا تحديدا ليفربول بالامس استطاع ان يؤكد علو كعبه بهدفين بعد صبر طويل ووضع قدما في النهائي امام غريمه مانشستر او لسه المباراه الباقيه يوم الاربعاء ليفربول سيتي وريال مدريد من الصاعدين إذن ليفربول قطع شوطا كبيرا طبعا مباراه نصف النهائي يعني قبل ما نشوف مباراه ليفربول
كان في مباراة أجمل منها للسيتي والريال 4-3 فريق نقط هدف مباراة يعني بغض النظر عن كل شيء مباراة ممتعة ومفتوحة وجميلة وسهرة كروية جدا جميلة شاهدنا فيها كل ما يتعلق بالكورة يعني أساليب الكورة من ناحية تكتيكية من ناحية فنية من أي شيء مباراة مفتوحة جدا جدا عكس المباراة الثانية بتاعت الليفر وفياريال طيب الليفر وفياريال فياريال عارف خطورة الليفر بالذات في لندن فحب يطلع بأقل الخسائر اللي هي الأقل خسائر تعتبر التعادل السلبي يمشي إسبانيا وهو متعادل لاحظ انه من نص ملعبه ما يتحرك لقدام يعني كان مقفل واجاد التقفيل الشوط الاول يعني باجاده تامه 100% ولعب بطريقه فياريال 4-4-2 فكان مقفل وعامل زحمه في الوسط وقفل المسافات على لعبه الليفر طبعا لعبه الليفر معروفين بالسرعه يعني رانجيك لما صار في مباراة ستة ليفر ومانشستر يونايتد لما انهزم فقال له رايك شنو في البطولة الصحفي قال ليفربول ما عنده لعيبة كورة ليفربول قال يملك 25 سيارة فيراري ما شاء الله كلامه كده رسمي يعني كلام هل قالوا كده وضحك قال عندهم 25 سيارة فورمولا عندهم 25 سيارة فورمولا ناس سريعين طبعا جدا جدا فبيحبوا المساحات الواسعة في هنري قدر يقفل الحاجه دي في الشوط الاول لكن خانته يمكن العامل البدني او اللياقه في الشوط الثاني واصرار ليفربول انه يطلع بنتيجه ايجابيه فرق هدفين يعتبر زي ما انت قلت وضع غدم في النهائي يعني اربعه لعب بطريقه 4-3-3 عكس ليفربول فياريال لعب ب 4-4-2 لكن حتى البديل يعني انا ما عارف طبعا كله مدرب له نظرته في التغييرات يعني لما غيرنا بكيتا بهندرسون وجوتا بديل لماني ونزل جوميز بديل لإكساندر أرنولد وريجي لعب بدل لويس دياز لاحظ البديل هنا حتى البديل جاهز وفي غامه الاساسي يعني حتى الدكه بتاعت الريفر الدكه تعتبر قويه جدا جدا لكن مع ذلك هل ضمن الليفر الفعالية قلت ما أعرف هل ضمن الليفر الوصول للنهاية بهذه النتيجة؟ والله هو ما ضامن يعني ما في شيء مضمون طبعا لكن فرق الهدفين مريح وانت ماشي منتصر بهدفين جميل في باشا اسبانيا طيب أسبان. نصر الدين ليفربول على بعد خطوات انه يحقق يعني موسم استثنائي رباعية ممكن يحققها في هذا الموسم مباراة الامس مع فياريال هو زميلي الفاضل ما ذكر لك انه ليفربول وصل بنسبة 80% طبعا صعب جدا جدا ليفربول انهزم في اسبانيا طبعا اعلى تقييم اخذوا الكانتارا 8.9 في المباراه يعني في تفوق على كريم بنزيما حتى في مباراه الريال ومانشستر ماخذ تقييم 8.9 من الصعب تقييم عالي من الصعب جدا جدا ليفربول انهزم 3-0 ليفربول افضل هجوم في بطوله افريقيا عن فريق ليفربول امس فياريال قفل ولعب بمنظومه دفاعيه من افضل ما يكون زي ما بقول الكتاب ولكن تفوق هجوم ليفربول هو الفتح خلخل الدفاع هو الخلخل الدفاعات يعني من الصعب جدا جدا عندك اطراف زي تصمد مع ماني وصلاح جميل جدا طيب مباراه اليوم بين تشيلسي في الدوري الانجليزي الممتاز تشيلسي ومانشستر يونايتد مانشستر متقدم بهدف شكله زمرك خلاص يعني ما نعمل احصائيات لا نعم فاصل الاحصائيات ادينا احصائيات سريعه بس لمباراه ليفربول وقصدك فيها والله فالريال والفيا طبعا في 19 تسديده من ليفربول للمرمى فيا ريال تسديده واحده في 90 دقيقه تسديده واحده و90 دقيقه ليفربول 19 تسديده في الجون 15 5 ده على المرمى و8 خارج المرمى و6 صداهم الحارس ال19 تسديده 12 من جوه الصندوق 12 تسديده من برا الصندوق 7 تسديده في ريال التسديده الواحده بتاعته ما كانت كمان على المرمى وكانت خارج المرمى ولا صد لها الجون وكانت من داخل الصندوق
لو جينا للتمريرات ليفربول 737 تمريره فياريال 272 تمريره، فرق كبير كبير جدا جدا. التمريرات المكتمله ليفربول 654 تمريره، فياريال 180 تمريره. النسبة التمريرات الدقة 89% ليفربول، 66% فياريال. الركنيات 10 ليفربول، 2 فياريال. تفوق واضح واضح جدا. التسلل 4 ل 3 قريبين من بعض. اما المخالفات تحت الدفاع كانت 9 على ريفر و7 على ريال. تصديات حارس المرمى ليفربول ولا صد ولا لي كوره لانه ما جاته اي تسديده، تسديده واحده وكانت برا. ضيف شرف المباراه نعم. حارس حارس فياريال صد له 5 تسديدات ده غير العارضه والغايمه اللي تنابت عنه. جميل. طيب المباراه الان مانشستر استطاع ان يحرز الهدف التعادل، تشيلسي ودقيقه 66 1-1. نعم هذه المباراه الدوري الانجليزي طبعا. الان السيتي لسه في الصداره ب 80 نقطه، والليفر 79، تشيلسي 65، الارسنال 60، وتوتنهام 58، ومانشستر يونايتد 54. ديل السته الاوائل، الاربعه حيلعبوا في ابطال اوروبا والخامس حيلعب في الدوري الاوروبي والسادس في الكونفرنس. الكونفرنس طيب جميل. انا ورانجيك طبعا راجل واقع جدا جدا، وقال التأهل للدور الأوروبي لأبطال أوروبا يعني نجي في المركز الرابع شيء غير واقعي وغير مو، لأنه المانشستر يونايتد باقي له بعد المباراة تخلص بالمباراة دي باقي له 12 نقطة، وهو عنده الآن 54 نقطة، يعني مؤهل يصل لنقطة 66 اللي هي ممكن تبقيه الثالث، في حين أنه تشيلسي والأرسنال اللي هم الثالث والرابع واحد عنده 65 واحد عنده 60 وباقي لهم 6 مباريات، عندهم 18 نقطة متاحة لسه. فعشان كده من ناحية واقعية أنا ما حقدر أكون الرابع وألعب في أبطال أوروبا، لكن ممكن زي ما أنا في السادس ألعب في الكونفرنس أو أبقى الخامس وألعب في الدور الأوروبي. طيب جميل جدا. نصر الدين انتهى الزمن تماما، لم يسعفنا الحديث عن، طبعا عارف عندك كلام كثير عن الدوري الانجليزي. والله لو اديت فرصة يعقب بس. طيب الوقت انتهى تماما حسب إشارة، تحدثنا تماما عن كل المحاور. التحية والحب والاحترام والتقدير للذين يتابعونني حتى هذه اللحظة، واريد ان اشير قبل ان اختم الى انه مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي حتى الان 1-1 في الدوري الاوروبي لازب وجلاسكو رينجرز الالماني وجلاسكو رينجرز 0-0 الشوط الثاني، واستهام متعادل مع انتراخت فرانكفورت الالماني. في الدوري الانجليزي ليستر سيتي متاخر، او في الدوري المؤتمر الاوروبي روما متقدم على ليستر سيتي، وفينر روتردام متقدم 3 أهداف على مارسيل الفرنسي. الاهلي والمريخ 40 دقيقه تعادل 0-0. الزمالك في الدوري المصري امام المصري البورسعيدي، المصري البورسعيدي متقدم على الزمالك بهدف دون مقابل. تحية واحترام وتقدير ومحبة لكل الذين يتابعون هذه الحلقة على امتداد بثنا في جميع أنحاء العالم. تحية لضيفي داخل الاستوديو الفاضل، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا مميزا كالعادة. جزاك الله خيرا يا أستاذ مصعب، والشكر لك موصول وموصول لجميع مشاهدي برامج كورتنا، وهم زادنا وهم اللي بدون الحافز دائما الواحد يقدم الشيء الكويس. والشكر لضيفك الكريم نصر الدين، ويا ريت تدوه مساحه كبيره لانه الراجل عنده كلام كثير داير يقوله. والشكر موصول للكاست العامل بقياده المخرج الجميل عوض شيخ الدين. عبرك التحيه لنصر الدين المحسي، احد الذين معروفون بقوه الراي والطرح. شكرا جزيلا لك نصر الدين، دائما ما تثير الراي، ودائما ما يعني زي ما بتقول بين قوسين رجل قوي في طرحك. شكرا جزيلا لك. شكرا لك، وشكرا لزميلي الفاضل، وشكرا لمخرجنا الرائع، والتحية لجمهور الغناء، وإن شاء الله نكون أدينا ما يفيد المشاهد. ولكن زي ما تفضل زميلي لازم المرة الجاية يكون مساحة أكبر لأنه عندنا غدايا أكثر بإذن الله. وعبركم التحية لكل الطاقم العامل في فضائية السودان الآن 24 تحديدا الذين صنعوا محتوى برنامج كورتنا اليوم، من أقل من يقدم فيه مجهودا وصولا إلى قائد الرجب مخرجنا المميز عوض شاع الدين. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة، إلى لقاء.